مشاهدين متابعين مشاهدينا متابعينا الكرام على بركه الله وحفظ من الله وتوفيقه ينطلق شوطنا الثامن بحفظ من الله ورعايته لفئة الجعدان الفطايم مسافتنا هي ال 1200 اشواط الجعدان الصعوب انطلق مع البداية اتعرف على الجبل يا معاب الراشد بالغافري الفلاسي يتقدم مع البداية المركز الثاني هناك القدوم والوصول مع معزم عامر بن خلفان بالعامري لكتبي المركز الثالث شاهين مايد بن علي بن ضاعن بن سعيد المسافرية وايضا الوصول وصل شاهين وصل ابو احمد محمد بن راشد بن مركان لكتبي وايضا بالحب مع شاهين حمد بن سعيد بالحب العامري الله يا هذه الاسماء ولكن ولكن البدايه عند شاهين عند شاهين محمد بن راشد بن مبارك بن مرخان لك تبي لك بن مرخان بن مرخان وايضا المركز الثاني تحرك وانطلق الشبل يمع بن راشد بالغافريه والمركز الثالث معزم عامر بخلفان بن راشد بالعامري اللحظات الاخيره ما بين بن مرخان بالعامرية بالعامرية بالعامري الى الفوز الى الانتصار معزم 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 عزم على الفوز عزم على الانتصار شكرا يا عامر يا بن خلفان يا بالعامري يا لك تبي سلام سلام يا بالعامري المركز الثاني لبن خان المركز الثالث هناك ايضا معي مع ابن سعيد بالغافريه التوقيت دقيقه و47 تسجل وتدون مع انطلاقه وتحديات شوط الختام مع بالعامري عامر بخلفان بالعامري لكتبي تهانينا وناموس على هذا الفوز والانتصار مشاهدينا متابعينا الكرام نصل الى ختام سباق هذا اليوم تابعنا ثمان اشواط وحضرت الابكار والجعدان والفطايم على أرضية هذا الميدان شكرا لمدير هذا الميدان مايد بن ثاني بن بليشة مايد بن ثاني بن بليشة الفلاسي على هذا التنظيم الممتاز وعلى هذا التنظيم الرائع تهانينا والناموس جميع الفائزين وحظ نوفر للذين لم يحالفهم الحظ